استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وأشاد الرئيس في هذا اللقاء بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، موجها الشكر للشيخ صباح الأحمد وللشعب الكويتي الشقيق على حفاوة الاستقبال وعلى كرم الضيافة خلال الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس السيسي إلى الكويت. أضاف المتحدث الرسمي أن مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي أيضا على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا. ثمن رئيس مجلس الأمة الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وأشاد بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور إزاء التطورات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الشأن ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به الكويت وقيادة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.